اتصال هاتفي مع المتنبئ حسان الجردي. يسعد صباحك استاذ. صباح الخير. يسعد صباحك يا هلا. يعني استاذ حسان، مثل ما تعودنا كل نهار سبت لازم نعرف احوال الطقس من حضرتك. خبرنا كيف عم تكون احوال الطقس بشكل عام، درجات الحراره بمحافظاتنا السوريه، هل رح يكون في منخفضات بالايام القادمه؟ شو بتخبرنا؟ هلا صباح الخير من جديد لإليك، لزميلتك، للاخباريه السوريه، لكادر الاعمال. بالنسبه للاحوال الجويه خلال 24 ساعه القادمه وعن الجويه خلال الاسبوع القادم، اجواء خريفيه معتدله بشكل عام على من معدلاتها مطلع هيدا الاسبوع. الحرارات عم تميل للارتفاع اليوم بشكل طفيف، اليوم وبكره ارتفاع بدرجات الحراره نتيجه تاثر المنطقه بمرتفع جوي عم يمتد بكافه طبقات الجو، تاثيره بيستمر السبت والاحد والاثنين. الحراره اليوم اعلى من معدلاتها من 2 ل 4 درجات مئويه، والاجواء بشكل عام اجواء خريفيه معتدله بين الصحوه والغائمه جزئيا. ساعات النهار بارده نسبيا خلال ساعات الليل باغلب المناطق. احتمال نهار الاحد بكره خلال ساعات المساء تتغير الاجواء بالمنطقه الساحليه تحديدا بالشمال الغربي، تتحول الاجواء من اجواء غائمه الى اجواء غائمه جزئيا الى اجواء غائمه، لتكون الفرصه مهيئه باذن الله لهطل زخات من المطر بشكل عشوائي بالمنطقة الساحلية خلال ساعات ليل يوم الأحد، وبيمتد الهطل مع ساعات الفجر الأولى لأجزاء من المنطقة الشمالية الغربية فقط. بشكل عام الأجواء الباردة بتضل هي سيد الموقف مثل ما ذكرت بأغلب المناطق بالليل، ومنحذر من تشكل الضباب بمعظم المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر. الرياح عم تكون شرقية إلى جنوبية شرقية بالمناطق الشرقية والشمالية الشرقية والشمالية، بينما تكون غربية إلى جنوبية غربية في باقي المناطق، والبحر خفيف ارتفاع الموج، ودرجة حرارة مياه البحر عم تكون 22 درجة مئوية. نهار الاثنين تستمر حالة الاستقرار بالنسبة للأوضاع الجوية، ولكن تتغير بشكل عام الأجواء نهاية الأسبوع القادم الخميس المساء، لأنه الاثنين والثلاثاء والأربعاء الهطول المطري فقط تحديدا بالساحل وبالشمال الغربي يوم الاثنين تحديدا، بينما ثلاثاء أربعاء بترجع الأجواء بتستقر بشكل تدريجي، وبتكون الأجواء بين الصحوة والغائمة جزئيا بأغلب المناطق وأجواء خريفية عادية. حتى مساء يوم الخميس نهاية هيدا الأسبوع بتبلش الأجواء تتغير من أجواء بين الصحوة والغائمة جزئيا إلى أجواء غائمة إلى غائمة ماطرة ببعض الأحيان، خاصة بتبلش الهطل المطري من المنطقة الساحلية خلال ساعات الليل، وبيمتد الهطل خلال ساعات الفجر الأولى إلى المنطقة الشمالية الغربية وأجزاء من المنطقة الوسطى. يعني التغيرات بالحالة الجوية رح تكون بشكل واضح نهاية الأسبوع، أما بمنتصف الأسبوع عبارة عن حالة عدم استقرار خفيفة بتأثر ليل الأحد ويوم الاثنين بالمنطقة الساحلية وبأجزاء من الشمال الغربي، وحرارات بالمطلق عم تكون أعلى من المعدل من 2 ل 4 درجات مئوية، والأجواء الخريفية المعتدلة هي سيدة الموقف، ولكن اللي بيميز الطقس هيدي الفترة هو تشكل الضباب بمعظم المناطق الداخلية. الضباب الكثيف رح نشاهده إن كان بحمص، طريق عام دمشق حمص، بالقلمون، بالأجزاء الشمالية من البلاد، بالمنطقة الشرقية، فرح يكون الضباب بكثافة وحضوره قوي بهيدي الفترة. بالنسبة للتحذيرات، دائما نحن في عنا تحذيرات بالنسبة للأحوال الجوية، أهم شيء الانتباه من تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب بمعظم المناطق الداخلية، ونتمنى من الأخوة السائقين استخدام الأنوار الكاشفة للضباب، بالإضافة إلى تشكل السيول إن كان ليلة الخميس وبالمنطقة الساحلية تحديدا بسبب غزارة الأمطار بهذه المناطق، ومحاولة قدر الإمكان الانتباه وأخذ الحذر من الأجواء الباردة ليلا خاصة بالمرتفعات الجبلية. أما نعم أستاذ حسان الجردي، شكرا لك المعلومات اللي ذكرتها، ودائما بنقول دائما هيك بردا وسلاما على سوريا الحبيبة، والله يبعث الخير دائما.